وكيفية تعاطي ميليشيا الدعم السريع مع المعركة اليوم وهذا الانفتاح الكبير للجيش السوداني. لكن منذ 26 من الشهر الماضي وحتى اليوم تحدث عن أكثر من 20 يوما، هذه الانتصارات المتتالية التي يحققها الجيش، كل يوم هناك انتصار جديد، حجم هذه الانتصارات من حجم المعركة اليوم، هي معركة استعادة الخرطوم، كيف تبدو اليوم؟ هل هذه الوتيرة وتيرة سريعة وبالتالي العملية أسرع ربما من المتوقع، وبالتالي أيضا تحرير الخرطوم بات وشيكا، أم ما زالت هناك الكثير من الأمور؟ نعم يا أخي الكريم، نحن نتحدث عن حرب مدن، وحرب المدن تختلف تماما عن الحرب المفتوحة التي ظلت تقودها القوات المسلحة خلال الأعوام الماضية من عمر الجيش السوداني. أكثر من 100 عام الجيش السوداني ظل يخوض حروب مختلفة في عدد من الجبهات، لكن حينما نتحدث عن معركة الخرطوم، معركة تحرير الخرطوم تحديدا، نحن نتحدث عن معركة عن حرب مدن ظلت ميليشيا الدعم السريع المتمردة تتمترس خلف البنايات السكنية وخلف الأبراج العالية وخلف المواقع المحصنة، وبالتالي أن تقدم القوات المسلحة يظل وفق خطط معنية وخطط مدروسة ووفق تسلل. لك أن تعلم أخي الكريم أن القوات التي قامت قبل أشهر، قوات الشمال، قوات وادي سيدنا، حينما ارتبطت بقوات سلاح المهندسين، هذا الأمر استغرق أشهر، لأن هذه القوات ظلت يعني تتسلل بناية وظلت تحفر حتى البنايات السكنية لتعبر ما بينها. لذا يمكن القول بأن القوات المسلحة تتقدم وفق استراتيجية محددة، أن حرب المدن لا تحتاج لاندفاع كبير لأن هنالك قناصة، ونحن نعلم أن قناص واحد يمكن أن يؤخر القوات المسلحة لفترة طويلة، ولكن القوات الآن تدربت على حرب المدن، لديها أسلحة نوعية وأسلحة جديدة، سلاح الطيران ظل يعني عامل مشترك في جميع النجاحات التي حققتها القوات المسلحة، أضف إلى ذلك المسيرات الجديدة التي يعني والأسلحة الجديدة التي تلقتها القوات المسلحة. يمكن القوات المسلحة الآن لديها أسلحة متطورة وأسلحة جديدة للقنص وللقصف يعني تصلح لحرب المدن بصورة كبيرة. يمكن القول بأن القوات تتحرك بثبات، وتتحرك القوات المسلحة تتقدم وتكسب في كل يوم أراضي جديدة، ولكن منطقة وسط الخرطوم هذه من أصعب المناطق ومن أصعب المعارك التي قادتها القوات المسلحة. نحن نتابع أن القوات المسلحة مثلا في خلال الأسبوعين الماضيين قامت بتحرير جبل موية. منطقة جبل موية هي معركة ضارية ومعركة قوية، ولكن سهولتها بأنها تقع في منطقة مفتوحة ومنطقة مكشوفة. أما القوات المسلحة الآن هي تقاتل في منطقة محدودة جدا، في منطقة يحدها البحر النيلين الأبيض والأزرق من اتجاهين مختلفين، وهو حاجز طبيعي يصعب الانسحاب، أمر آخر يصعب الانسحاب والافتتاح، أمر آخر منطقة تقع فيها مجموعة أبراج سكنية، أعلى أبراج توجد في السودان توجد في منطقة شارع النيل، المنطقة التي تحمل فيها القوات التي عبرت فيها القوات المسلحة، ولكن هنالك عامل آخر مساعد وهو القوات المسلحة الموجودة في القيادة العامة، جيش القيادة العامة الذي الآن المسافة بينه وبين القوات التي عبرت جيش الانفتاح أقل من 2 كيلومتر، وتوقلت قوات الانفتاح وصلت إلى منطقة معمل استاك. حينما نتحدث عن منطقة معمل استاك لأن المسافة أقل من 500 متر إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، وبالتالي نتوقع أن يحدث التحام سريع في هذه المنطقة في حال تقدمت القوات القادمة من سلاح المدرعات وحررت منطقة الاستراتيجية ومنطقة شارع النيل.